قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ربما سيكتب التاريخ بعد عقود أن هذه الفترة التي نحن نعيشها منذ 20 عاماً وربما بعد 20 عاماً تسمى بفترة الانتقالات الكبرى بالنسبة للعالم، أو على الأقل بالنسبة لمنطقتنا. في فترة الانتقالات تحدث أحداث كبيرة هائلة، تغيرات تقنية اجتماعية ثقافية سياسية اقتصادية تنقل المجتمع من لحظة إلى لحظة أخرى، تنقله من مستوى إلى مستوى آخر. ونحن خلال 20 سنة الماضية حدثت هنالك تغيرات كبيرة في هذا العالم، ابتداء من التغيرات التقنية وثورة الاتصالات وانتقال العالم وصغره، ثم الأحداث الاجتماعية والسياسية التي حدثت خلال الفترة الماضية والتي توجت بالأخير ولا نزال نعيش تبعاتها بالوباء الذي أصاب العالم وغير كثيرا من مجاريه. هذه اللحظات في التاريخ وبالنسبة للمجتمعات تعتبر لحظات مصيرية، لحظات الناجح فيها هو الناجح في المستقبل، الفاشل فيها هو الفاشل في المستقبل، القائد الحقيقي الصحيح هو الذي يستطيع أن يتعامل مع المنعطفات. أما من يمشي في طريق مستقيم لا أذية فيه ويصل بعد ذلك لا يعتبر ناجحا بمقدار ما أن الظروف هي التي ساعدته. أما من يتعامل مع المنعطفات بطريقة صحيحة، بقيادة حكيمة، بنوع من الرشد، يستطيع أن يعبر بعد ذلك ويستثمر في مستقبله ومستقبل أبنائه. في هذه المنعطفات الكبرى هنالك نظرتان، هنالك المتشائمون وهم الذين يرون هذه الأحداث بسخونتها كأحداث مدمرة للمجتمعات. مثلا هنالك من أصيب بالاكتئاب بسبب مرض كورونا وأسباب العزلة، واعتقد بنهاية الدنيا، ودائما يستشعر الموت ويخاف من المستقبل وما إلى ذلك. أو لا سمح الله عندما تحدث حروب هنالك من يعتقد بأن هذه نهاية الدنيا. هذه النظرة التشاؤمية للأحداث أو المنعطفات الكبرى. هنالك نظرة أخرى وهي الأصح، وهي النظرة الإيجابية. والنظرة الإيجابية تقول بأنه دائما في رحم الألم هنالك أمل، في لحظة الضنك هنالك يسر، في لحظة الصعوبات دائما هنالك خروج لحياة أفضل. والتاريخ يشهد للقسم الثاني، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا نحن بني البشر، أن الله أودع في داخلنا إرادة الحياة والإيجابية بحيث يتحول الإنسان بعد لحظات المشاكل إلى لحظات أفضل. على سبيل المثال، وهذا ربما تحدثنا عنه سابقا في هذا المسجد الكريم، عندما حدث الوباء العظيم في أوروبا، بعد انتهاء ذلك الوباء بدأت الثورة الصناعية والثورة الرأسمالية وانطلاقة المجتمع الأوروبي للتقدم في حياته، وهكذا بقية المجتمعات في العالم. طيب، إذن النظرة الإيجابية هي التي تقول أننا علينا أن نتعامل في المنعطفات تعاملا إيجابيا. لكن كيف يكون ذلك؟ هذا يعتمد على 3 عناصر. العنصر الأول هو أن يكون الإنسان في هذه المنعطفات صاحب رؤية واضحة، صاحب رؤية ناضجة، كيف يريد أن يخرج
من عنق الزجاجة أو من هذه المشاكل. النقطة الثانية هو أن يكون هنالك رجال قياديون يقودون هذه المرحلة بحكمة وروية ورشد، وينتهون إن شاء الله إلى ما فيه الخير. النقطة الثالثة وهي حديثي والذي يهمني ويهمكم فيما أعتقد، وهو وجود مجتمع متماسك، مجتمع متراحم يستطيع عبور هذه المنعطفات عبورا إيجابيا ويخرج بأفضل مما كان عليه. وفيما يرتبط نحن بنا أهل هذا البلد الحبيب، وطننا الغالي، نحن كنا ولا نزال نمر في ظروف اجتماعية اقتصادية سياسية صعبة على جميع أفراد هذا المجتمع. توجت بعد ذلك بمرض الكورونا والوباء وما حدث بعد ذلك، ولا نزال نعيش نهاياته. طيب، هنالك أمور ترتبط بآخرين، قراراتها ليست بيدنا. أنا أريد أن أتحدث عن الجانب الذي يخصني أنا وأنت كناس عاديين في هذا المجتمع. كيف يمكننا في ظل هذه الظروف أن نتعامل؟ من كان يراقب المجتمع، مجتمعنا الكويتي، خلال العشر سنوات الماضية وفي ظل هذه الاختناقات، كان يلاحظ أن أحد أهم الأسباب في هذا الصراع الاجتماعي السلبي في المجتمع أن هذه التغيرات حدثت مع ثورة التواصل الاجتماعي، فصار كل إنسان بإمكانه أن يعتلي منصة السوشيال ميديا أو غيرها من المنصات ويواجه الآخرين. وفعلا هذا ما حدث في الكويت مع بداية ما يسمى بالربيع العربي، فتحت القنوات وبدأ المجتمع يرشق بعضه بعضا، كل إنسان يصعد على منبر ويتكلم على الطرف الثاني، شيعي على سني، سني على شيعي، بدوي على حضري، وإلى آخره من هذه التقسيمات، وبدأ اللمز والغمز وإلى آخره. هذا كان هو السبب، أحد الأسباب الرئيسية في هذا الصراع الاجتماعي. طيب، ما الذي يحدث عند ذلك؟ إذا استمر الوضع كذلك، أي أفراد المجتمع بعضهم يواجه بعضا وتحدث تنافر، نفقد العنصر الثالث من عناصر مواجهة الأزمات، وهو التماسك الاجتماعي. نفقد ما يسمى في العلوم الاجتماعية بالرأس المال الاجتماعي. رأس المال الاجتماعي ما هو؟ هو ثقتي وثقتك بي كأبناء لهذا البلد، أن أثق بجاري، أن أثق بجار جاري، أن أثق بأهل المنطقة الأخرى، أن أثق بمن يختلف معي في هذا البلد. إذا فقدنا هذه الثقة سوف نكون قد خسرنا من رأس المال الاجتماعي، وخسران رأس المال الاجتماعي ترميمه، تعديله، إعادته أصعب من رأس المال التجاري. رأس المال التجاري ينحدر، تصير حرب في منطقة أخرى، ترتفع أسعار البترول مرة أخرى، ترجع عائدات إلى البلد. لكن إذا فقد المجتمع بين عوائله وطوائفه وأعراقه وقبائله الود والثقة فيما بينهم، هذا سوف ينتهي إلى أن المجتمع يكون غير متماسك، يكون سهل لأي مشاكل أخرى. ونحن رأينا كيف أنه في أحداث كورونا جميعنا كان محتاجا إلى الآخر، جميعنا كان بحاجة إلى الآخر للعبور من تلك الأزمة. إذن لابد، إذا أردنا أن يعني نمضي في هذا المنعطف بشكل صحيح، ألا نكون كما تقول الآية الكريمة. الآية الكريمة تنتقد مجموعة من المسلمين، لماذا؟ لأنهم ينكثون العهود بين بعضهم البعض. يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. كانت تغزل، يشبهها بامرأة تغزل النسيج، السجاد، أي ما كان، يشتد ويصير قوي ثم تبدأ بنقضه. طيب لماذا؟ يقول: بعد قوة أنكاثا، أي تنكثون العهود، تتخذون أيمانكم، عهودكم، عقودكم، مواعيدكم، تتخذونها دخلا بينكم. لماذا أيضا؟ يقول: أن تكون أمة هي أربى من أمة. كل واحد يقول أنا أفضل من الثاني،
أنا شيعي أفضل من السني، أنا سني أفضل من الشيعي، أنا بدوي أفضل من الحضري، أنا حضري أفضل من البدوي، وغيره من هذه المصطلحات التي بدأت تشيع. صارت هذه المصطلحات حتى نخجل أن نتعامل معها مع أولادنا. أنا مرات يعني أولاد صغار، ابني مثلا مرات يجيني عمره يعني 13-12 يسألني عن هذه المسميات، أخجل في كيف أوضح له أن لك أخوان في هذا البلد يختلفون عنك. فجوهر المشكلة في أن تكون أمة هي أربع من أمة، أن كل مجموعة تعتقد أنها أفضل من الأخرى، وبالتالي ينمو عندها هذا الخطاب في التعامل مع الآخرين. طيب كيف يمكن الخروج من ذلك؟ أنا أقدم ثلاثة وصايا. الوصية الأولى، نحن بحاجة إلى تعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية فيما بيننا على جميع مجاميع المجتمع، مختلفين بعضهم عن بعض، أن يتزاوروا، أن يعززوا العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، ألا نعيش في بلد هذا حجمه ونقسمه إلى 20 جزيرة، كل مجموعة عايشة في جزيرة لا ترتبط بالأخرى. هذا أول. أمر الثاني، بناء الثقة. لابد من بناء الثقة بين أبناء المجتمع. كيف يكون ذلك؟ يكون من خلال العبور من المسميات الطائفية والقبلية وغيرها، وتشكيل اتحادات، تجمعات، أي ما كان، لكن عابرة للطوائف، وبالتالي تبنى الثقة بين أبناء المجتمع. ثالثا وأخيرا، ألا ننجر نحن الناس العاديون أو الفاعلون في هذا المجتمع، لا ننجر للصراعات الاجتماعية. ونحن مقبلون ربما خلال أشهر بسيطة على انتخابات، نريد لهذه الانتخابات أن تنتهي بعرس كما يسمونها، وليس بعرس الزوجة تحرق فيه خيمة الريال، أي يصير فيه يعني قتال فيما بيننا. هذه انتخابات مثل بقية الانتخابات سوف تأتي وتنتهي، لابد أن نخرج منها ربحانين أننا شاركنا بحقنا السياسي في التمثيل، ويكون والأهم من ذلك أننا يعني بروح من اللياقة، بروح من الأخوة، تعاطفنا، تضامننا مع بعض، لم يسقط أحدنا الآخر، وبالتالي اختيار الناس وما يكون. فإذا المهم عدم الانجرار للحروب والصراعات الاجتماعية. بهذه الطريقة نكون نحن حافظنا على رأس المال الاجتماعي لمجتمعنا، وكنا مجتمعا متكاتفا متضامنا، وهذا ما إن شاء الله يحقق لنا الأمن والاستقرار الذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا متآخيا محبا بعضه لبعض، وأن يقود نهضته إلى الأمام ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.